المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة والسلامة المرورية سيد عمر الفتوي. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عمر. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان اف ام. شكرا على يفضلك سي عمر، مرحبا كل كل ما نقصدوك تكون حاضر معنا في المباشر. حبيت نشكرك جزيلا الشكر، مرحبا بك. يعيشك والله، انا تو بغبار الصينيه معناتها. ربي يعينك ان شاء الله، ربي يعطيك القوه. سي عمر، نحكيو على بلاغ هبطته الوكاله الفنيه للنقل البري، فيه 12 معلوم خاص برخص السياقه والامتحانات المتعلقه بها اللي باش يتم تطبيقها انطلاقا من غره جانفي القادم. خي فما جديد في العقود هذه؟ ما هي توضيح في المعاليم هذه؟ ما هي توضيح للمعاليم القديمه؟ هيت خنفسروا معناتها، فما زيادات ما فماش؟ اي شوف اختي هدى، هو الموضوع هو التطبيق الفصلين 50 و 62 في القانون عام 13 نتاع 2023 اللي متعلق بالقانون الماليه نتاع 2024. معناتها احنا الصياغه نتاع القانون في 2023 باش تطبق في 2024. بون، هما ديجا حكينا احنا، بعثوا لنا في جدول في يتعلق بالمعاليم الجديده المخصصه، هي راهو ما تمش كان السياقه، تم حتى لي كارت غريز كي باش يتبدلها، تم الفحص الفني، تم برشا تم توسيكي وكاله فنيه النقل البري. معناتها تسمى معاليم جديده، صحيح؟ معناها تم اي واحد عنده كرهبه ولا باش يعدي بيرمي، ولا باش يعدي بيرمي، ولا يجدد بيرمي، ولا باش يبدل كارت غريز، ولا باع كرهبه، ولا شرى كرهبه، كله تم، تم الناس الكل. هو انا مرابية وكان حتى يكون عندنا مساحه اكثر. تفضل، خذ كل الوقت، تقريبا 9 صفحات ولا 10 صفحات ولا قداه. ايه؟ انا باش نعطيك توتشكي اللي يهم المنظمه الوطنيه لمؤسسه التكوين في السياق السنوي، هو المعاليم الخاصه برخص السياق او الامتحانات المتعلقه به. احنا شو نقولوا؟ احنا في التسجيل الاولاني انا باش نعطي الناس ما تعرفش اللي مثلا في التسجيل الاول نتاع رخصه السياقه ثم 40 دينار، فيه 25 دينار المعلوم تسجيل الرخصه و 25 دينار معلوم الامتحان. معناتها هذوما ال 25 دينار معلوم اكل، لكن الكرتون اكل اكل الكرتون يخلصها المواطن قبل ما ياخذ بيرمي. ثم مواطن ما يخدم يمشي على روحه، لكن هذاك الكرتون خلصها قبل خالصه. معناتها ساعات يبدا في البروسيدير نتاع السياقه، هو احنا مشكلتنا المواطن ما يعرفش، راه لازم يسترجع فلوسه، بطل البيرمي، سب الناس، فات على البيرمي، مش نتاع البيرمي، ما خدش البيرمي، ودفعت فلوس، راه ينجم يمشي للمكان وياخذ فليساتو. يرجعوا له. بيان سير. ما يعرفوش العباد معناتها. الناس الكل ما تعرفش، هذيك هذه هو احنا مواقف التثقيف اللي احنا ينقص برشا ناس، يقول لك انا دفعت فلوس البيرمي، ما نجحتش، مشيت ما كملتش. خاطر مش الناس كل تكمل، مش كل واحد ياخذ برمي، يدخل برمي ياخذوا معناتها. تم اللي ما يكملش. وانتوكا احنا ما عندنا صنف رخص السياقه اللي هي التسجيل الاولاني في الاجراء الامتحان تاع صنف ا اللي هو صنف ا، تو كملناه احنا دي سي 31 معناتها من البرمي، ولا شرائح المجتمع الكل عندها صنف ا. الكل صحيح، اللي هو نتاع السياق الدرجه الناريه، اي صغيرة أو متوسطة هكا؟ صغيرة، صحيح. هذوما 40 دينار، 40 دينار هذا المعلوم التسجيل. هذا المعلوم التسجيل هو جديد، هو على خاطر الناس الكل. معلوم بحكم هو جديد، خاطر جديد، خاطر هو باش يطبق في البريمير. العام الجديد، هاي؟ بالعام الجديد. إذا كان هذا في التسجيل الأولاني في إجراء امتحان الصنف اللي هي درجة نارية صغيرة والمتوسطة. 40 دينار، وإذا كان جدد باش يعاود يجدد 15 دينار. إعادة التسجيل إذا معناتها عمل مشى المدرسة تاع السياقة، لكن راهو ثم معاليم أخرى إضافية لمؤسسة التكوين، هذيك هاك خدمات الإنترنت وخدمات مؤسسة هذيك. أما إحنا نحكيو على خدمات النقل اللي باش تخدم الوكالة تو. باش تخدم الوكالة بالضبط. أي الوكالة في الأآ تاخذ 40 دينار، 25 دينار معلوم تسليم الرخصه و 15 دينار معلوم امتحان. واذا كان عاود سجل ما نجحش يتسجلوا 15 دينار تاخذهم الوكاله. او اللي يهم البارتي اللي يعرفوها الناس الكل اللي هي التسجيل الاول لاجراء الامتحان من الصنف ب
أو باء معها أو جيم أو جيم معها ودل ودل معها هذوما اللي الناس تعرف الترمي والسمي والترانسبور معناتها الترمي بي والسمي والترانسبور ولا بخمسين دينار كان أربعين كان تلوي كان تاخو أربعين ولا تاخو خمسين خمسين دينار معناتها الناس كل طويزة تعمل في حسابها راهو إذا كان يدفع في 100 دينار على الأول باش تريدو 110,000 فما زيادة ب10,000 عشان نزيد 10,000 اللي فيها 25 دينار معلوم تسجيل الرخصة و 25 دينار معلوم امتحان واضح هذا إذا كان أخفق كانت الوكالة تأخذ 20 ولا 25 مع التسجيل الأولاني زادت 10 وفي إعادة التسجيل زادت 5,000 25 ولا معناتها هذوما اللي نوصلوا للوكالة يتبارك الله العام الجديد حافل وزاهر بالزيادات لا حافل وزاهر معناتها الجمعة باش تعدى كل عام برمي يزيد يتعقد أكثر من عام اللي قبله اللي فاتك أغرب اللي فاتك أغرب نكمل لك ساعة نعرض لك الجدول وبعد تو نعطيك اللي صار دريرمون باهي نظير من مطلب الحصول على رخصة السياقة ولا ب 10,000 نعطيك انت باش تاخذ نظير برك كانت 5 ولا 10 تاخذ كوبي معناتها السياقة هاي باش تجدد رخصة السياقة نتاعك كانت 20 زادوها 5,000 25 هاي باهي الحصول على نظير من رخصة السياقة 50 دينار هاي باش تعوض رخصة السياقة أجنبية بمؤهل عسكري 25 دينار ولات تسليم شهادة ثبوت صلاحية رخصة السياقة 20 دينار هي كانت 15 دينار كلهم هذوما زادوا 5 5 5 واحنا ماشيين معناتها هذوما الكل زادوا به ثم المعلم الخاص متعلقة ثم بالفحص الفني الفحص الفني هو ما زادش الفحص الفني الفوزيتا ما زادتش معناتها شوف هي الفوزيتا هي 26 دينار و500 في السكرين ماي بالانترنت زادوها 5,000 كانت 31 ولات 31,500 الناس الكل تعرف 31 دينار و500 معناتها توا الفيزيتا الناس الكل تاخذ الموعد الفحص الفني عن بعد اي شو يقصوا له المواطن يقصوا له 31 دينار و500 وزيد ذاك البيبلينات تاخذ 3,000 ولا اقل تروح له في ال 34 35,000 ما شاء الله فترة ما شوف الغريب في الأمر اي تو انت انا انقص لك اديستونس ربحتك في بيرو وفي سكرتير وفي عساس في البيت وفي 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 المفروض نقص لي مش تزيد نقص لي مش تزيد وفي اجتماع نتذكر قالوا لنا احنا 5,000 هذه باش نحيوها غير باش نرقوا هكا الامور شويه وباش وباش نعملوا ومش نحيوها 5,000 اما هي الحاجه اللي تزاد راهي مش باش ترجع ما عادش باش ترجع ولا اليوم معايا احنا للاسف هذاك اللي صاير في تونس اي حاجه تتزاد ما عادش ترجع لتالي الحقيقه ما الاسبوع انت بالضبط وهما 26 دينار و50 يزيد 5,000 5,000 تاع شنو؟ تاع شنو؟ انا نفعتك انا ربحتك انا حتى هرجتي انا كي نجي غادي ونشد قيشي ونشد صف وعساس واقف في الباب واجون بيرو وقيشي وامبريمونت وكل شيء خرجتك منه وانا نطبع وحدي ونخرج في الانترنت ونخدم بها. معناتها تحسبها لي ديني 5,000 وزيد مع لي بيبليات معناتها هو المواطن هو ربي معناتها ربي معاه والله ربي معانا ربي معاه ربي معانا ثم زاد في الكارت غريز زادوا معناتها اللي باش اللي حد ال 5,000 285 دينار و30 دينار عن كل واحد اضافيه معناتها ثم كراهب هذوما بالتسجيل الاول وعاد التسجيل اي لل معناتها اللي شرى كراهبه جديده باش يسجلها حتى ال اي عندك حتى ال 5,000 285 دينار وعلى كل زايد على كل خيل زايد 30 دينار 285 معناتها 5 شوفو تولي نزيدو 30 لا حد الخ... حد 5 شوفو هاي معناتها 4 5 هذا كان نفس السوم اي ومن بعد ومن وما زاد عن 5 شوفو زيد كل خيل يزيدو 30,000 الله ما شاء الله ما عادش تزيدوا حدكم حد السانك اقعدوا غادي مش لازم ناخذوا السيارات القويه شو نعملوا فيهم لا كياسات سيارات قويه ولا سيركيلاسيون نتاعنا خلينا دوب الكاتر والسانك واحنا حابسين اللي جاتك اخرب وانا سبق وقلت لك شوف درنيرمون مش بدينا نقصوا توا بدات اللي كانت قصرنا في ال 5,000 زايده ولا 10,000 زايده
قلنا لهم يا ودي راه ما يصيرش العمليه راهي ما نجمش تصير توا، راهي في قانون الماليه 2024 مش توا. كي تصب انت توا، انت مثلا تصب دوسي انت باش تعدي ترمي وقتاش يعطيوك؟ بعد 10 ايام، ال 10 ايام دخلوا في العام الجديد ولا؟ اي دخلوا في العام الجديد. معناتها اللي دخلوا في العام الجديد ولا يقصوا لهم 5000 بون تراجعوا هما توا. وكي كلمناهم وفايقناهم قلنا لهم راه ما يصيرش هذا يدخل في القانون، يقول من واحد جانفي من غرة جانفي 24 مش من 27 ولا 28 ولا ولا 22 ولا 20 ولا ورجعوا فلوسك العباد اللي خذوهم ورا بداوا يرجعوا فيهم. معناه واحد لازم يعز زاده حتى في تطبيق القانون لازم يعز. وي لازم تعس، ما لازمهم هذاك هو لازمك تعس ولازمك اذا كان ما تتكلمش وما تتحركش. انا قلت لك توا اذا كان تشوف تلقى اللي ستاتستيك وكان في برامج اخرى ونتبعوها بالباهي تو تشوف قداش الناس وقفت على الترمي وسلمت فلوس هذاك. سي عمر الامباكت نتاع الزيادات هذه الكل معناتها تونسي توا شنو باش يعمل؟ يعني فما نعرف اللي مثلا عندكم مشاكل من الكوفيد مثلا سيارات مدارس تعليم السياقة وأصحاب سيارات تعليم السياقة مشاكل بالجملة، معناتها هذا القطاع يعاني اليوم، هذا باش يكمل على مرمة هذا القطاع ولا شنو باش يصير؟ مازلنا نعاني وقعدنا نعاني، واليوم والله احنا اليوم والجمعة الجاية في سلسلة نتاع الاجتماعات نحاولوا نرقوا ونصلحوا في قوانين اللي تخلقت قبل، تخلقت في 2016 2017 2018 ال 510 في تخلق في قبل 2016 ما تبقوا في 2020 والقولي دي فيكولتي في معناتها شوف راهو احنا نكونوا مواطنين قبل لا نكونوا اصحاب مؤسسات تكوين. راهو المواطن لازم يعرف، انا مشيت ضربت على المواطن، مشيت جريت على المواطن، مشينا الناس كل تحركنا قلنا راهو هذا ياسر عليهم العباد، راهو ما عادش اللي يجيك كنت تخدم في 10 من الناس باش تخدم في 2 3 من الناس، راهو ولا ليش ترمي توا؟ شكون شكون ما لقري البعيد معناتها الترمي ضروره، هو ضروره، اما بالوضعيه الحاليه اللي احنا عايشينها ولا ليش؟ معناتها ولا مسكين كان اللي عنده فلوس يعني ترمي واللي ما عندوش برشا مؤسسات سكرت عن 1300 مدرسه مشاو على روحهم سكروا معناتها تحاول تشوف ما فماش اصلاحات عميقه وجذريه في قوانين اللي هي تفرهد المواطن وتخلي المواطن مرتاح وتخلي صاحب المؤسسه كيف كيف الضغط الدوله تضغط على المؤسسه التكوين السياقه والمؤسسه تضغط على المواطن والمواطن يضغط على جيبه وانت ماشي وهي سلسله كامله اللي هي كنا نجموا احنا نتفاداو برشا حاجات نصلحوا برشا حاجات. لوين ماشيين الله اعلم، ربي ان شاء الله ربي قدر الخير ان شاء الله. الحقيقة انا نتالم كي نسمع 1300 مدرسه تعليم سياقه اليوم في تونس سقطت ابوابها، معناتها اليوم شوفوا قداش من واحد يخدم في المدرسه هذيا. الحقيقه مواطن شغل اليوم قاعده تغلق، مؤسف جدا. شكرا لفضلك سيد عمر الفتوي رئيس المنظمه الوطنيه لمؤسسات التكوين في السياقه وسلام المروريه، تحدثنا عن المعاليم الجديده الخاصه برخص السياقه، الخاصه بتسجيل السيارات، الخاصة بالامتحانات المتعلقة برخص السياقة وغيره من هذا الإطار. تقريبا في 12 معلوم جديد اليوم سيقع تطبيقه بداية من سنة 2024. ماذا في لقاء